عدلت في من يدعو دون الله. هل الأنبياء الآن والصحابة دون الله ولا فوق الله؟ هم يدخلون في هذه الآية. وأنا أريد الأخ هذا يسمع أهم شيء، صاحب النظارات الشمسية هذا من إيران. معكم ظنيت إنه إيراني، هذا لبسهم كذا. اسمعني، الله تعالى يقول: والذين تدعون من دونه، كل الأنبياء والصحابة والخلق دون الله فيدخلون في هذه الآية. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. تعرفون ايش هو القطمير؟ هو اللي داخل التمرة على الحصى الصغيرة، الغشاء الأبيض. ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يا علي، يا حسين، يا زهراء، يا عذراء، هذه هي الدعوة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، وهم ما يملكون قطمير، كيف يستجيبون؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة، يوم تلتقي الخصوم، يكفرون بشرككم. سمى الله من يدعو دون الله مشرك. يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. آيات صريحة تشرح القلوب. في سورة الفاتحة نقرأها في اليوم أكثر من مرة. إياك نعبد وإياك نستعين. لو قرأها شخص وهو يعلم بمن يعبد وبمن يستعين، والله لا نزع الله منها الأسحار والعيون، ولا رزقها الله من كل مكان. إذا ظلمها إنسان، ضرب شخص، أصابه مرض، إياك نستعين. إذا غيري يا الله، يستعين بعيسى، يستعين بالعذراء، يستعين بعلي، بالحسين، بالبدوي، بالجيلاني، أنا بك أستعين. هل يتركك الله؟ إياك نعبد وإياك نستعين. وبعض الناس يقولون اذهب إلى قبر فلان وفلان. لا، بل بعض الناس لما يقرأ هذه الآية يعاهد الله، إياك أداة حصر، إياك نعبد وإياك نستعين، ويخرج من بيته أو ينتهي من صلاته ويذهب إلى القبور. يا علي، يا بدوي، يا جيلاني، يا عيسى، نحن قوم. وأسانا رسول الله بحديث عليه الصلاة والسلام، قال: بدأ الإسلام إيش؟ قريبا. ما هي الغربة اللي بدأ فيها الإسلام؟ غربة بلال، لما كان يضرب بلال بالسياط ويوضع عليه الصخر الحار، يقول له أبو جهل ومعذبة: قل يا هبل أخفف عليك العذاب. يقول بلال إيش؟ أحد أحد، يعني ما أقول إلا يا الله، لا أستعين لا بهبل ولا بفلان. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا. الآن هذه الغربة يقولون للشخص: قل يا بشار وإلا قتلناك، قل لا إله إلا بشار وإلا قتلناك، لعنه الله. يقولون للشخص: قل يا علي يا حسين وإلا أنت ناصبي محال الدم. يقولون للشخص: قل يا عيسى يا عذراء ولا أنت إرهابي نقتلك متشدد. لكن إذا قال يا الله، لأن الله قال: فلا تدعوا مع الله أحدا، قتلوه ولتموت، ليس دمك أغلى من دم حمزة رضي الله عنه. الله أكبر. دم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فهم قتلوا لأجل لا إله إلا الله. ونحن سنبقى في هذه زمن الغربة. بدأ الإسلام غريبا، غربة بلال أحد أعد، وسيعود كما بدأ غريبا. غربة أن نقول يا الله وغيرنا يا علي ويا حسين ويا بدوي ويا جيلاني ويا محمد، ونحن الله قال: فلا تدعوا مع الله أحدا، قلنا لبيه يا الله. نحب علي رضي الله عنه وأرضاه، نحب الحسين رضي الله عنه، رضي الله عنهم، نحب عيسى عليه السلام، نحب العذراء، نحب هؤلاء. لكن الله قال: ادعوني أستجب لكم، وعدنا بالاستجابة، فنقول: كفيت يا الله، وستفي بوعدك يا الله، فأنت صادق الوعد، وعدت بالاستجابة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم رفقاء نبينا في الجنة عليه الصلاة والسلام. فلنجعل هذه القلوب لا يكون فيها إلا محبة الله سبحانه وتوحيد الله، ثم محبة رسول الله. الله يحرم وجهي ووجوهكم على النار، ويجعلني وإياكم من الذين يدعون الناس ويخرجون الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فحال الأمة الإسلامية تجدهم عند القبور، هذا الذي يقول يا علي، وهذا الذي يقول يا حسين، وهذا الذي يقول يا محمد، وهذا. وإذا أتيت تقول: يا أخي اتق الله، يقول: هؤلاء وسيلة. أما سمعت قول الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. الله يقول لك: فإني قريب، وأنت تقول وسيلة وجاه واسطة. الله يحفظنا وإياكم، الله يجزيك الخير يا شيخ، الله يرضى عنك ويقبل حقك. جزاك الله خيرا وعن المسلمين كل خير. نزور القبور لمقصد واحد، كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام: ألا قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم
الآخرة، نزورها نتذكر الآخرة. أما أي طلب إياك نعبد وإياك نستعين. الله يرضى عنا وعنكم ويحفظنا وإياكم. أكونوا دعاء مهتدين ولو كنتم في غير بلدان. آمين يا رب. فسيسألكم الله عن الكفار الذين حواليكم، لماذا لم تنقذونهم من النار؟ تراهم يظنون أنهم على الصواب. نبهوهم بدين محمد، لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لكم من حمر النعم. الله يرضى عنا وعنكم ويحفظنا. الله يكمل حجكم يا رب.